اه انا دماغي بتوجعني قوي كده ليه؟ وبعدين انا فين؟ وليه المكان ضلمة كده؟ انا مش شايفة اي حاجة، هو ايه اللي بيحصل؟ واخيرا يا ندى، انتي بقيتي في المكان المناسب، انتي مش هتقدري تهربي من هنا ابدا. وللاسف هتموتي هنا انتي وبقيت اصحابك. انت مين؟ وايه الكلام اللي انت بتقولي ده؟ وانت تعرفي اسمي منين؟ انا اعرفك مش كده؟ طلعت ذكية يا ندى. ايوه انا حد تعرفيه، اكيد انتي عاوزة تعرفي انا جبتكم هنا ليه. انا جبتكم هنا علشان انتقم منكم، انا هنتقم منكم كلكم، مش هسيب ولا حد فيكم. انا زهقت، انا بقالي كتير بدور عليكم، انتوا فين؟ انا دورت عليكم في كل مكان، انا ما سبتش اي مكان غير ودورت فيه. انا بجد زهقت من اللعبه السخيفه اللي انت بتلعبيها معايا دي. انا حاسه كده انك متضايقه مني يا فريده. للاسف انتي صعبتي عليا، فعشانك انا هغير قواعد اللعبه. لو عاوزه تمشي من هنا انتي واصحابك، انتي لازم تسمعي كلامي وتنفذي كل اللي هطلبه منك. بس لو ما سمعتيش كلامي انا هموتك انتي وبقيت اصحابك. اوعدك ان انا هعمل كل اللي هتطلبيه مني، بس ارجوكي خليني امشي انا واصحابي من هنا. عملتي كل اللي طلبته منك، هبقى افكر بقى اخليكي تمشي انتي واصحابك ولا لا. يلا بينا نبدا اللعبه. اول حاجه لازم تعمليها، انتي هتروحي وهتحطي قنبله في المكتب بتاعك انتي واصحابك. بس لو قبضت عليكي الشرطه انا هقتل صاحبتك ندى. لا لا ما تقلقيش، اوعدك ان الشرطه مش هتقبض عليا، بس ارجوكي ما تجيش جنب ندى. طيب ما تقلقيش، انا مش هاذي اي حد من اصحابك طالما انتي بتسمعي كلامي. ده المساعد بتاعي اللي هيراقبك. انا متحمسه قوي للعبه دي، شكلها كده هتكون ممتعه قوي. يلا بينا نخلي اللعبه حماسيه اكتر. انتي قدامك 10 دقايق، لو ما نفذتيش اللي انا طلبته منك انا هقتل صاحبتك. 1 2 3 بدات اللعبه. يلا يا فريده. فريدة خافت واضطرت انها تسمع كلامها، وبالفعل راحت للمكتب. فريدة كانت متوترة وخايفة بسبب الحارس اللي كان ماشي وراها وكان بيراقبها، لكن فريدة قالت بكل عصبية: انا اسفة بس انا مش هقدر اعمل كده. لكن الحارس ما ردش عليها وطلع تليفونه ووراها فيديو. كانت موجودة سالي، وكانت البنت الغريبة ماسكة سلاح جنب دماغها. انتي لو ما سمعتيش كلامها هي هتموت صاحبتك. طيب خلاص انا هسمع كلامها. وللاسف فريدة فجرت المكتب، والشرطة اول لما سمعت صوت الانفجار راحت على طول على المكتب. الشرطة كلها اتصدمت بسبب الانفجار اللي عملته فريدة. فريدة كانت خايفة ان الشرطة تكشفها، فراحت واستخبت بسرعة. وبعد ما دخلت الشرطة للمكتب فريدة هربت بسرعة. فريدة كانت مصدومة من اللي هي عملته، ما كانتش قادرة تصدق انها عملت كده. انتي عجبتيني قوي يا فريده، انتي طلعتي بتحبي اصدقائك بجد. تعرفي يا فرح، تعرفي يا نازين، انا بجد بحسدكم ان عندكم صديقه زي فريده. بصراحه انا متوقعتش ان فريده هتقدر تعمل كده. انا متاكده يا فريده انك مش هتقدري تعملي المرحله التانيه. البنت الغريبه فضلت تضحك ضحكه تريقه. انا بجد زهقت من اللعبه المستفزه اللي انتي بتعمليها دي. انا مضطره اسمع كلامك علشان بس انقذ اصحابي. اتفضلي يلا قولي لي التحدي اللي بعده. ايه ده يا فريدة، انتي زعلتي مني ولا ايه؟ ده حتى التحدي اللي بعده سهل جدا. هتروحي للمول وهتفجري اي حتة انتي عاوزاها. شفتي انا حتى طيبة بخليكي تختاري المكان اللي انتي عاوزة تفجريه. ايه انتي متخلفة ولا ايه الكلام الغريب اللي انتي بتقوليه ده؟ انا مستحيل اعمل حاجة زي كده، انا مش هقدر اعمل اي حاجة زي كده تاني. الشرطة قريبة مني جدا، واكيد هيلاحظوا ان انا اللي بعمل كده. انتي كده غلط يا فريدة، انا كده هزعل منك، انتي لازم تسمعي كلامي. وبعدين دي مش مشكلتي، انتي لازم تتصرفي والا اقتل صحابك. قدامك 9 دقايق، لما نفذتيش اللي انا طلبته منك فانا هقتل صاحبتك نادين. 9 8 7 يلا يا فريدة بسرعة قبل ما يخلص العد. وللأسف اضطرت فريدة انها تسمع كلامها. بس فريدة ما كانتش عاوزة تعمل كده، بس كانت مضطرة علشان خاطر أصحابها. فريدة كانت عاوزة تروح للشرطة، بس للأسف الحارس كان بيراقبها. كويس مفيش أي حد هنا، دلوقتي هقدر أحط القنبلة. فريدة كانت خايفة، ما كانتش عاوزة تفجر المكان، بس للأسف هي كانت مضطرة تعمل كده.
أنا لازم أهرب بسرعة قبل ما الشرطة ما تيجي. الشرطة كانت مصدومة لأن ده تاني انفجار يحصل في نفس اليوم، وللأسف الضابط شاف فريدة وهي بتجري. وبالفعل الشرطة أول لما شافت فريدة جريت وراها على طول. انتي يا غريبة الأطوار، أنا سمعت كلامك وعملت اللي انتي طلبتي مني، يلا دلوقتي سيبي أصحابي. انتي طلعتي مغفلة قوي يا فريدة، هو انتي بجد افتكرتي ان انا هسيب أصحابك؟ تبقي بتحلمي، أنا هنا عشان انتقم منهم. ايه؟ يعني ايه؟ يعني انتي كنتي تضحكي عليا وخلتيني افجر كل الأماكن دي وفي الآخر تكوني تضحكي عليا، وبعدين انتي عاوزة تنتقمي منهم ليه؟ هو انتي أصلا تعرفيهم؟ الظاهر كده ان مفيش حد فيكم افتكرني، انا هوريكم انا بقى مين. البنات كلهم اندهشوا بعد ما البنت الغريبه قلعت القناع. انا افتكرتك، انتي كارين مش كده؟ لا انتي غلطانه، ده اسم اختي التوام. انا اسمي كارلي، اختها التوام. اختي ماتت بسببكم، انتوا السبب. انتي هبله ولا ايه؟ الكلام الغريب اللي انتي بتقوليه ده، احنا ما جيناش جنب اختك اصلا. مش معقول، هو انتي اختها بجد؟ بس كلكم محدش يتكلم عن اختي تاني. يلا يا فريدة علشان تعملي التحدي اللي بعده. التحدي اللي بعده هو امتع تحدي، اختاري حد يا فريدة علشان تموتي من اصحابك. ايه؟ لا بقى، انتي كده بجد زودتيها، انا مستحيل اعمل الكلام اللي انتي بتقوليه ده. براحتك يا فريدة، بس لو ما عملتيش كده انا هعمل انا كده. ولسه البنت الغريبة كانت هتكمل كلامها، سمعنا صوت ضربة رصاص. اخلصي اخلصي بسرعة يا فريدة، هتختاري حد فيهم ولا اختار انا؟ او اقولك على حاجة يا فريدة، انا عندي فكرة احلى، اقتلي الشرطي وانا هديكي اصحابك. فريدة كانت متوترة وخايفة وما كانتش عارفة تعمل ايه. فريدة مستحيل تموت الشرطي لان ده هو املهم الوحيد. بسرعة كلكم ابعدوا وإلا هتموتوا. وفجأة كل البنات سمعت صوت انفجار. للحظة البنات افتكرت ان هما ماتوا، لكن طلعت الشرطة هي اللي عملت كده عشان تدخل جوه البيت وتمسك البنت الغريبة، واخيرا قبضوا على البنت المجنونة. انتوا فاكرين ان انتوا خلصتوا مني؟ بالعكس انا هرجع لكم تاني. انتوا كويسين يا بنات بعد ما حصل الانفجار التاني؟ انا شفت فريدة وهي بتفجر المول وجريت وراها وراقبتها، انا كنت متأكد ان في حد بيخليها تعمل كده. انا مش عايزكم تقلقوا خالص، انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا مخطوفين وعارفين ان العصابة هي السبب في كل ده، وانتم ابرياء وما عملتوش حاجة وما لكوش اي ذنب، ودلوقتي تقدروا ترجعوا لبيوتكم تاني. وبس كده خلصت قصة النهاردة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تحطولي لايك. مع السلامة، اشوفكم في قصة جديدة.